أولا يعني الدخول ديالي للبرلمان يعني مجددا بعد واحد المنع الذي يعني دام قرابة 6 أشهر، كنعتبره أنا إحقاق حق، لأنه هذا القرار اللي اتخذ بناء على القانون ديال الطوارئ اللي يعني اتخذ في 20 مارس 2020 على إثر يعني انتشار هذا الوباء في العالم، ويعني في الوقت اللي ما كانش معروف عليه بزاف الحوايج، وخلق واحد النوع من الهلع ودفع واحد العدد ديال الدول بأنها تتخذ إجراءات احترازية. واخا هو كنشوفوا مثلا تصويت على قانون الطوارئ في المغرب في نفس اليوم احنا وفرنسا، ربما دول حتى هي أخرى، كيفما كان الحال إذا كنا تفهمنا في البداية أنه اتخذ بعض الإجراءات اللي هي بانت مجحفة، إلا أنه بعد ذلك لم يعد من مبرر للاستمرار في هذا يعني الإجراءات المجحفة. أتكلم هنا عن استغلال هذه الجائحة من أجل ضرب يعني ما ينص عليه الدستور المغربي، وهذه سابقة خطيرة، يعني احنا تكلمنا حتى على القرصنة ديال الدستور، تجاوز ما ينص عليه النظام الداخلي ديال البرلمان كمؤسسة تمثل الشعب، ليست مرفقا كباقي المرافق. هذه مؤسسة ستشتغل بالفعل في ظل جائحة، خاص يعني الإجراءات الاحترازية من تباعد وكمامة وتعقيم اليدين وكذا، وحتى الحرارة تخدها في الدخلة ديال البرلمان، ولما لا حتى PCR سريع. هادشي ما تدارش لأنه أنا تمنعت من الباب وأنا كنت حاملة PCR سلبي، لكي يعني أنني غير مصابة ولا أشكل أي خطر على الناس، ربما هما اللي داخل ممكن يشكلوا عليا خطر. ثم المسألة اللي هي بالنسبة لنا أساسية هي المسألة ديال القانون، يعني أنه هذه المسألة ديال الأوبئة ربما غادي تتكرر، لأنه كاين هناك كارثة بيئية وأمور، ولكن اللي خاص هو احترام القانون. ماذا يقول القانون الدولي في هذا الباب؟ يقول بحرية الاختيار تلقيح من عدمه، اختيار تلقيح من عدمه، لأنه كاين هناك اتفاقية ديال نيرنبرغ ديال 1947 اللي كتقول بأن الناس اللي غادي تلقاو اللقاح خص يكون الموافقة ديالهم متنورة بدون أي ضغط. حنا لاحظنا الضغط، يعني كاين في بعض القرى، وهذا كان الشيوخ المقدمين كيدفعوا الناس بزاف منهم أنهم تلقحوا في الباب ديال السواق وكذا، وكل ما كانت الجهة يعني بعيدة من المركز كل ما كيكون هذا الضغط، واستغل يعني هاد الجائحة في ضرب الحريات وحقوق ديال الناس، وكان اعتقالات في البداية اللي كتذكروا. إذا أنا بالنسبة لي اليوم هذا انتصار للقانون، احنا ماشي تنتصروا على شي واحد، احنا كنتصروا للقانون، خصوصا حنايا يعني الهدف الكبير ديالنا هو اننا نبنيو الدوله ديال الحق والقانون، ما نستغلوش الناس بحال العبيد ندفعوهم دفعا، الا كان خطر خصنا نفسروا لهم، خص توفر المعلومه، خصنا نحميو القانون، القانون هو الاساس لانه سيستمر ما بعد الجائحه. وانا تنظن بانه الرجوع ديالي للبرلمان بالفعل كان هناك ضغط، لانه ماشي بوحدي اللي رفضت نتلقح في المغرب، كاين واحد العدد ديال الناس بقناعة، وناس اللي هما منهم علماء اللي تفهموا بأنه هذا اللقاح اللي مازال في الطور التجريبي ديالو ما غادي ينتهي حتى 2023 2024، كيف يعقل أنه يجرب وبهذا الكم الهائل ديال الملايير ديال الناس اللي تم التلقيح ديالها وكذلك الأطفال. اليوم ما يخفاش عليكم كاينة واحد اللجنة ديال التقصي التي اجتمعت يعني في في في, في الصين في فرنسا، وتتنظر في يعني التدبير ديال الجائحه، وعلاش تم التلقيح ديال الاطفال بدون ان يكون هناك بالفعل يعني جواب ديال هذاك التجارب السريريه تكون اكتملت. هذه كلها اسئله مطروحه، وانا طرحت سؤال في هذا المجال، كنطلب من وزير الصحه بانه يدير لجنه ديال التحقيق باش نشوفوا التدبير ديال هذه الجائحه، نشوفوا الناس اللي اصيبت باعراض، الناس اللي توفات، هذا الشيء خصنا نحسيو. علاش فرنسا كتبع الشعب ديالها كامل وكتبع حاله بحاله وكتعرف شحال الحالات ديال الميوكارديت، شحال الحالات ديال الناس اللي جاهم شلل، شحال نعرفوا هذا الشيء باش نعرفوا يعني انه داك العمليه ديال التلقيح اللي خضعوا ليها المغاربه شنو هي النتائج اللي كانت عندها. ولهذا انا ماشي بمنطق الانتصار، ولكن يجب ان نكون جميعا حريصين على الانتصار للقانون ولحق الاختيار اللي خصو يبقى مضمون بالنسبة للمغاربة كما هو مضمون بالنسبة للبشرية جميعا.
كنتمنى ان الكورونا تكون مورانا، لان كورونا اليوم العلماء تيبينوا بانه هذا مرض غادي نتعايشوا معاه بحاله بحال الزكام، وباش نبقاو نلقحوا في عباد الله كل ساعه هذا كيضعف المناعه ديالهم. وهذا الخوف والتخويف من كورونا ومن غيرها، راه كتعرفوا بان الخوف واحد العامل اساسي في اضعاف المناعه ديال الانسان. انا كنقول المغاربه ما خصوش يخافوا، ولكن مزيان يكون الاحتراز ويكون هذا اللقاح. هذا بين جوانب كثيره، ماشي غير فقط بانه باقي ما انتهتش المراحل السريريه وبداو تيلقحوا عباد الله، بينات الجشع ديال الصناعه ديال الادويه في العالم. شركه ديال فايزر دارت يعني ربحات من الاموال ما يوازي الناتج الداخلي الخام ديال نيوزيلندا. علاش هاد الغلاوات؟ علاش هاد الشيء؟ حنا كنجربوها الفاكسان دايغ ان ميساجي، ها المصائب كلها. وهاد الشيء جاي من فعل الانسان اللي هو خرب البيئه، وان واحد عدد الحيوانات، لان كل حيوان كل كائن حي الا وكيحمل في ذاته ملايير ديال الجراثيم، وهذا يمكن لي نقلها. الا كان عايش في الادغال بعيد على الانسان ما غاديش توصلنا، ولكن لقطعنا الغابه باش نزرعوا فيها ما داكشي اللي خص ياكلوا يعني البقر وغيرهم، راه حنا كنهرسوا التوازنات البيئيه. وكاين بعض الحيوانات اللي كتقترب من الحيوانات الاليفه وكتنقل ليها الجراثيم ديالها، وهي دورها كتنقلها للانسان. اذا اللي خاص هو المراجعه ديال هاد السياسات ديال الانتاجيه المفرطه وديال التخريب ديال البيئه. اما انه مستقبلا كنتمنى بان البحث العلمي غادي يتقدم، وباننا غادي نعرفوا كيفاش نواجهوا هاد الكوارث البيئيه اللي ربما غادي تبان، لان كاين علماء كذلك كيتكلموا على انهيار وشيك، خصوصا بعد تصميم ديال الاراضي والتلويث ديال المياه، بروز واحد العدد ديال الامراض اللي ولات كيتصاب بها الانسان وكتؤدي الى الوفيات. 800,000 واحد كيتوفى في السنه من جراء هاد الاسمده المسرطنه اللي كاينه. اذا حنا خصنا نرجعوا طرق الانتاج ديالنا، طرق ديال الاستهلاك ديالنا، ناكلوا بيو، خصنا المواد اللي هي نقيه ونظيفه باش تصلح، خصنا نحافظوا على الماء ديالنا، خصنا نحافظوا على واحد العدد ديال الامور. اما ماذا سيتلقح، يعني حنا كنتكلموا على شعب، كنتكلموا على بشريه اللي خصها اليوم تنسج علاقات جديده بعيده عن الجشع، لانه بان ايضا في خلال هذه الجائحه بانه مجلات علميه كتغش وكتنشر النتائج اللي هي بعيده عن الصحه، وهذا الشيء خطير جدا، لانه لما كناش بقيناش كنثقوا في العلم، لان العلم هو اللي كيعطي التشخيص، مش كيمكن لينا نحاولوا نواجهه. اذا كان هذا الشيء كله يخضع الدوائر الماليه اللي يعني الهم ديالها والمنطق اللي كتشتغل به هو الربح، يعني احنا ما مطمئنينش على البشريه. ولهذا من تيكون شي دواء اللي هو باين النجاعه ديالو ما فيش الخطوره وما كيعطيش اعراض، هذا مكسب للانسانيه. اما باش نبقاو نجربوا في الانسانيه كفئران ديال المختبرات، هادشي انا بعدا ما تنقبلوش، وتنفضحوا وتنبلغ عليه الجمهور الواسع اللي خصو يعرف فين حاط رجليه. انا كنقول بانه بما انه يعني التجارب السريريه مازال ما بانتش، غادي تبان في نهايه 2023 2024. انا ضد يعني هذه العمليه ديال التلقيح المكرر. علاش؟ لان التلقيح في معروف بانه خصو يعطي المناعه، الا ما عطاش المناعه ما خصناش نبقاو تنلقحوا عباد الله بحاجه اللي ماشي لقاح حقيقي، اللي هو غير واحد يعني خليط تجريبي ما عطاش المناعه. الناس كتلقح وكتبقى تعادي، الناس كتلقح وكتبقى تمرض. اذا بالنسبه ليا الا كانوا الناس اللي كيتلقحوا هذا يعني لو كونستا الاولاني كيعادي، خليو الناس تعادى بكورونا عاديا بطريقه عاديه، وديك الساعه غادي تطور مناعه ذاتيه ديالها اللي هي مهمه. علاش؟ لان الجسم ديالنا كيمكن له يطور المناعه ضد واحد العداد ديال لي زانتيجين. اما الا بقينا كنلقحوا فيه غادي نبقاو نروضوا فيه باش يواجه غير كورونا، ما غيبقى يعرف يواجه حتى حاجه، وهذا الشيء اعطى تراجع ديال نظام ديال المناعه. والاطباء ديالنا حنا كنبغيت نسمعهم في هادشي، الخبراء ديالنا بغيت نسمعهم في هادشي. الجرعه الرابعه الخامسه حنا غنديروا ابونمون ديال الجرعه ولا هاد الجرعه اللي ما كتحميش؟ واحد ملقح وكيطلع في الطوبيس ولا يعاديك انت ما درتي ليه والو، صحيح صحيح. اذا بالنسبه ليا كون كان اللقاح يعني فيه المنفعه وكيعطي المناعه، راه كان غيعطيها في الجرعه الاولى ولا الجرعه الثانيه على اقصى تقدير. اما باش نديروا هاد لابونمون، انا بالنسبه ليا هذا العبث، وحنا محتاجين لهاد اللجنه ديال التقصير اللي قلت باش نوقفوا على الامور فين غاديه، وانه ربما غادي نحتاجوا الاحتراز وكذا بيد ما يختفي هذا الفيروس كيف ظهر. هو اولا يعني المؤسسه ديال البرلمان
في كل دولة اللي كتأمل تبني الديمقراطية الكاملة هذه دي مؤسسة أساسية، ولهذا أولا خاصها تكون خارجة من انتخابات حرة ونزيهة، ثانيا النوعية ديال الناس من أي حزب طلعوا خصو يكونوا أكفاء ونزهاء واعيين تمام الوعي بأنهم لا يمثلون أنفسهم ولكن يمثلون الشعب الذي صوت من أجلهم. إحنا الانتخابات ديالنا راه كدوز كيف كدوز كتعرفوا أنتم، فيها المال كتير وفيها تدخلات كتيرة وفيها يعني الضبط ديال الخريطة الانتخابية في البلاد ديالنا. هذا الضبط عطانا اليوم أغلبية فيها ثلاثة ديال الأحزاب، وبما أنه هذه السنة استثناء دازت الانتخابات كلها في نهار واحد، هذه الأغلبية جات هي الأغلبية محليا، جات هي أغلبية جهويا وسيطرت على 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 المجالس ديال الجهات، جات هي الأولى على مستوى البرلمان وجعلت واحد الأغلبية مزيان، الأغلبية كلها كانت منسجمة، ولكن هذه احنا دابا تنخضعوا لديكتاتورية الأغلبية. ثم أنه يعني النظام الأساسي ديال البرلمان كيوزع يعني الكلام والتدخل الشفوي، وهذا حسب النسبية، كتكون الجلسات فيها ثلاثة ديال السوايع، كتجينا احنا دقيقة مورا ست شهور، لأن ماشي كل جلسة عندنا فيها دقيقة، هيهات لأن دقيقة الإنسان اللي متمكن من الموضوع يمكن له يدوز فيها الرسالة ديالو. ولكن هانت تكلمتي على موضوع وعطيتي المعضلات وعطيتي حتى الحلول، الأغلبية ما بغياش، الأغلبية بعد ضد المعارضة أصلا ما بتسمعوش لنا، وهذا خطأ، لأنه يمكن المعارضة تقترح حلول اللي ما تخطرش على بال يعني الأغلبية، خصوصا الأغلبية في واحد العدد ديال الناس من التحضيري جاوا البرلمان ما عمرو ما داروا السياسة ودخلوا، لأن كانت أموال وقفاف كانت توزع، جاوا أنا تسمعهم في اللجنة معايا كيقولك حنا جينا هنا نتعلموا الحسنة في رسل تيما، إذا غادي أش تنتظروا منهم؟ واش هادوك غادي يناقشوا المقترحات ديال اللي غادي تجيبها الحكومة ولا اللي غادي تجيبها حتى المعارضة؟ ما غاديش يقدروا يناقشوا هادشي، هما تيهزوا صبعهم تيصوتوا، إلا وصلنا ولا البرلمان هو عملية ديال التصويت فقط، إذا هاد الأغلبية غادي تصوت على داكشي الذي سيملى عليها، لأنه أنا ما كيبان ليش مبادرة جاية من البرلمان أو حتى من الحكومة، لأن الحكومة قالت هاد التصريح هالنموذج التنموي دابا ما كتطبق حوايج أخرى ما عندها علاقة لا بالنموذج التنموي ولا بالتصريح، وعطاتنا هادشي ديال التفاقم ديال ارتفاع الأسعار بالنسبة للناس. إذا أنا بالنسبة ليا بالفعل دخلت مورا ست شهور، جاتني دقيقة وعشرة ثواني باش نطرح سؤال حول الماء، لأنه هذا معضلة كبيرة مطروحة، والمغرب يعني في حالة ديال إجهاد مائي، خاصنا يكون عندنا 2500 متر مكعب للشخص، احنا عندنا 600، احنا غاديين للهوية إلى ما عرفناش كيفاش ندبروا الماء ديالنا، وكيفاش أننا نستعدوا الدور ديال الدولة، كيفاش نخدموا مع الباحثين، كيفاش أنه الجهات ما فيهاش أحواض مائية يوصلها كذلك الماء، كيفاش هاد الشيء كله خصو سياسة مندمجة ومنسجمة ما بين القطاع الفلاحي، القطاع ديال الطاقة، القطاع ديال الصناعة، وخصنا واحد سياسة ديال التشجير، ملايين الأشجار اللي خصنا، الشجر كيشد الماء بالجذور ديالو، كيشد كذلك ثاني أكسيد الكربون بالأوراق ديالو، راه يعني دور مهم. حنا كنقطعوا الشجر، كتلقى واحد العدد ديال الجماعات فيها ناس اللي هما أميين على المستوى البيئي والعلمي، كيحيد الشجرة ويدير النخلة، النخلة راه نباتة، اما الشجره شجره، النخله عمرها ما كانت شجره وما كتقبضش العدد اللي كتشد يعني الشجره ديال ثاني اكسيد الكربون، وما كتثبتش التربه بحال اللي كتثبتها شجره واحده اخرى. هادشي كله خصو كل جهه من الاشجار خصها من ونحافظوا على يعني الاشجار الطبيعيه الاساسيه. وكاين مشكل كذلك ديال حتى ديال 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 البذور اللي حنا كنشريوها بذره كتزرع هذا العام، ما تقدرش الزريعه ديال داك المنتوج اللي جاتك ما تقدرش تزرعها عاوتاني، خصك تشري. اذا حنا ولينا في التبعيه في نظامنا الغذائي، نظامنا المائي كنا مخربين تماما، لان عطينا الماء الناس ضيعات شاسعه ماشي تفلحه، ونهبوا المياه الجوفيه اللي تكونت على ملايين السنين. اذا ملي كيعطوني الكلمه في البرلمان سواء باش ندخل ولا باش نناقش شي موضوع لهذا، وكتجيني دقيقة أو دقيقتين، بالفعل كنحاول نركز ما أمكن، ولكن ما كيكفيش. الحمد لله اللي كاين اليوم هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي اللي كتسمح لي بعض المرات كنكون وجدت واحد الورقة ديال المقترحات، كنقدم غير نص في ذاك الدقيقة وكنجي كنكمل في ذاك البودكاست. هذه طريقة ديال التواصل، لأن يعني كنبغي نكون وفية
الالتزام ديال البرلماني مع الناس اللي صوتوا عليه. خصني نقول لهم شنو كندير، خصهم يفهموا شنو جاري داخل البرلمان، شنو كنقترحوا حنايا، شنو كنديروا. وبالاضافه الى هذا كنتنقلوا عند الناس. انا دابا الاسبوع هذا نهايه الاسبوع مشيت لقصب التادله، مشيت لواتزم، درت ندوه نهار السبت في قصب التادله ونهار الحد في واتزم. جاو الساكنه، جاو مناضلين، جاو فنانين، جاو هذا، وكنتواصلوا معهم. العالم فين غادي، جهتنا فين غدا، شنو هي الاخطار اللي كتهدد بلادنا، كيفاش يمكن لنا نهضوا بلادنا، شنو هي التحديات اللي مطروحه عليها امامنا، وكيكون امكانيه ديال التواصل. هذه بالنسبه ليا مهمه الحمد لله اللي كاينه، والا ما غاديش يتسمع الصوت ديالنا تماما. وحنا كنساهموا لانه الغرض هو نطوروا بلادنا، هو انه تعطل كلمه لهذا الشعب واننا نسمعوا ليه ووصلوا الكلام ديالو. وبطبيعة الحال أنا عضوة في لجنة وحدة في البرلمان، لأن كل برلمان يخصو يكون في لجنة. أنا في لجنة ديال العلاقات الخارجية وشؤون الإسلامية ومغاربة العالم. يعني كان يلا حضرت جوج مرات الاجتماعين اللي كانوا، وتنشوف كاين بزاف الحوايج ما يتعمل في هذا الشيء، لأنه السياسة الخارجية ديال أي بلد كان راه مهمة جدا، وخصها تكون الوجه ديال السياسة الداخلية. ولهذا كاين بزاف الحوايج ما تدار داخليا مش مبنيو الديمقراطية. وملي غنكونوا قويين بالدوله الحق والقانون غادي نقدروا تكون عندنا علاقات خارجيه اللي هي وازنه ومتكافئه كتساعدنا باش نخدموا بلادنا، ماشي نكونوا تابعين او تفرض علينا اتفاقيات او يفرض علينا شي حاجه اللي احنا ما بغيناش في اي مجال كان، سواء المجال العلمي او المجال الفلاحي او المجال السياسي او النهب ديال خيراتنا. اليوم مثلا المشكل تروح على المستوى العالمي ديال الطاقه. يعني وانتم تشوفوا بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه كيف كيقول غوسو، خاص دائما اننا ما نتفقوش مع اللي داير الحرب، معلوم ويجب ان ندينه، ولكن يجب ان ندين اكثر الذي دفع الى الحرب. انتم عرفتوا تعرفوا اليوم حزب هذا الناتو باغيين يدخلوا خصنا روسيا في اطار الصراع الكبير الجيوستراتيجي ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، راه ماشي روسيا، حيت روسيا راه هي طريق للصين، لانه ربما العالم امام قطبيه. اليوم كاين مشكل كبير ديال الطاقه. اوروبا اليوم راه على الباب ديال رده غير مسبوقه اقتصاديه وغيرها. علاش؟ لان حبسات الواردات ديالها من الغاز ديال الروسي، اللي روسيا بقات كتنتج بزاف الغاز وكذا. دابا الموارد منين غادي تجيبها يعني اوروبا؟ ولا حتى حنايا مثلا يعني كاين مشاكل. المغرب فيه امكانيه اننا نلقاو هاد الطاقة الأحفورية من بترول ومن غاز، وكاينة سواء في الساحل ديال المغرب ولا بعض الجهات ديال بلادنا. ولكن اليوم حنا كنشوفوا شركات أجنبية هي اللي غادي تنقب وهي اللي غادي تستافد. واش حنايا حنا غير قاعدين هنا اللي جاي نهب؟ حنايا إلا كان عندنا البترول بغينا نستافدوا منه حنا كمغاربة، نستافدوا ونصدروا إذا كان عندنا الفائض. نفس الشيء بالنسبة للغاز، نفس الشيء بالنسبة للمعادن النادرة اللي موجودة في بلادنا، واللي هي كانت محفز من هذا إعادة ربط العلاقة مع المغرب. هذا الشيء ربط العلاقة، ما تنظرش أنا شي عمل درناه جبار على المستوى الخارجية، دائما كيكون واحد العمل تعريف القضية الوطنية وداكشي. ولكن لا، اليوم دوك الناس كيشوفوا التحولات اللي كاينة في العالم، وباين لهم المغرب موقع جيوستراتيجي ديالو والمعادن اللي فيه والخيرات، جايين تا هما باش ياخذوا حقهم. ولكن ملي كيجيو ياخذوا حقهم ماشي كأشخاص، كدول. هذوك الناس كيجيو ياخذوا باش بلادهم تنتعش، اما ديالنا حنا خصنا نفكروا فينا حنا كشعب وكبلاد. هذا هو. اولا حنا امام حكومه ضعيفه وامام برلمان كله ضعيف، لان البرلمان كيكون قوي بالكفاءات ديالو وكيكون اقوى بدستور ديمقراطي اللي فيه الفصل ديال السلطات. حيت الفصل ديال السلطات اليوم حنا عندنا سلطه تنفيذيه اللي هي واخا في الدستور تقسمات شويه ما بين المؤسسه الملكيه وما بين الحكومه، لازالت ممركزة. وهاد السلطة التنفيذية تتفوق على السلطتين الأخرتين اللي هما البرلمان، السلطة التشريعية والسلطة القضائية. البرلمان عندنا ضعيف، يعني خارج التغطية تقريبا. ما نتكلمش على الأشخاص، كاين فيه كفاءات موجودة هنا وهناك، ولكن ماشي برلمان كله كفء، حيت ما عندناش أحزاب مستقلة كلها. كاين احزاب مستقله جايبه ناس مخلطين، هو وسط المجموعه دايره جايبين فريق، وفريق كل واحد كيلغي بالغاه، كل واحد في جهه. والقوانين اللي كدوز ماشي من انتاج فكري ديال البرلمان. واحد العدد القوانين دوزوها لنا في يوليوز وفي سبتمبر، كانت الناس كتوجد في انتخابات. الحكومه كانت غاديه الاخرى ديال العثماني، وهذه عاد غادي تجي تدوز من بعد الانتخابات، وكتم ندوزو قوانين اللي كترهن البلاد. قوانين بحال دابا القانون
اللي ديال باش نجيبوا الاطباء من الخارج، واننا نفتحوا الطب يعني الخاص، والمصحات البوشكاره يبدا يخدم عنده الاطباء. حنا الاطباء المغاربه ديالنا مزيانين، علاش غنجيبوا اطباء من الخارج؟ حنا خصنا نكونوا في كليات ديال الطب العموميه، ولكن خص تكون سياسه ديال الطب العموم ما كايناش اليوم، اليوم كاين غير التسليع، بيع، نسلعوا الصحه ونسلعوا التعليم. اذا بالنسبه ليا البرلمان ضعيف كله، اغلبيه تدير ديكتاتوريه الاغلبيه، غتقدر تصوت على اي حاجه اللي غتملى عليها، والمعارضه ضعيفه عدديا، اش غادي دير؟ واخا تجمع هذيك المعارضه كلها، وهي ما يمكنش تجمع الماء والزيت، راه خص يكون انسجام. واخا تجمع الماء والزيت غيطلع الزيت الفوق ويبقى الماء تحت، خص يكون واحد الهدف اللي هو مشترك، هو اللي غادي يقدر يجعل تكون هذيك المعارضه قويه. ملي كنقولوا مثلا انا تقدمت كحزب اشتراكي موحد بمقترح مشروع قانون حول المعلمة ديال لاسمير باش الدولة تشري داك الوصول، وباش نوصلوا كاع التأميم ديال هاد المعلمة، مشروع قانون اخر ديال الافراج على المعتقلين السياسيين. واش هاد الناس غادي يتبعوني في هادشي؟ لان هذا في مصلحة البلاد، باش نحققوا المصالحة التاريخية ما بين كل جهات الوطن، وباش يمكن لينا حنا كمغرب نهزوا راسنا في الخارج ونقولوا بالفعل راه حنا درنا واحد الوقت هيئة الإنصاف والمصالحة لطي الملف ديال انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن المغرب ديال اليوم ماشي هو ديال البارح، ما كاينش الظلم، ما كاينش انتهاكات. نطلقوا الدراري ديال الحراك الشعبي ديال الريف والصحفيين، يعني عمر رادي وريسوني وغيرهم. إذا غير هاد جوج حوايج ما غنتفقوش هذيك المعارضة، لأنه الخصاصة ديال التسامير دات وقتهم كاملين، وتا واحد ما عارض، تا واحد موقف، وأنه تحرير الأسعار ديال البترول دار في الوقت ديالهم، اللي كانوا هادو في الحكومة والآخرين معاهم شي في شي، لأن حنا عندنا سكيزوفرينيا يعني ما تتفهمش، لأن في الدول الأخرى ملي كدار انتخابات كيحيد فريق ويجي فريق، لا حنا ذاك الفريق اللي كان مشارك مع ذاك الفريق كيجي هو ويجي معاه أصحاب آخرين وكيطلع هو كيولي الأغلبية. الحماق هو هذا. إذا حنا عندنا استمرارية، غير باش نكمل هذه المسألة، أنه اللي غادي يجعل المعارضة تكون قوية هو أنها تلتحم حول فكرة، حول مشروع، حول قضية. هذه القضية دابا حنا واخا كتطرح قضايا اللي هي مهمة وكتهم جميع المواطنين، كتلقى مفرقين الناس، لأن كل واحد والهم ديالو وكل واحد كي داير. سؤال مهم هذا. أولا يعني خاصكم تعرفوا بأنه واحد العدد ديال الأحزاب تم إدخال فيها تكنوكرات، ناس ما عندهم علاقه بالسياسه، ما كانوا لا في شبيبه، ما كانوا كيمشيو مخيمات، ما داروا لا هذا، انا كنهضر على اليسار واليمين والخضر واللي كاين في البلاد. واحد العدد الاحزاب صنعت صنعان من نهار الاول فيها التكنوكرات، هذاك اللي مول السلهام وطريبيش كيتسنى يعينوه ويدخلوه. كاين بعض المرات كدار انتخابات، مورا الانتخابات كيجيب واحد السيد كيقول هذا وزير مع هذا الحزب، كتسولوا على فين جا المقر ديال الحزب ديالو، ما تيعرفوش لان عمره ما حط رجليه. إذا بدات الدولة هذه السنين في سكون ابل لا تكنوكراتيزاسيون ديال الحكومة، يعني كدير التكنوكرات ما عندهم علاقة بالأحزاب. إذا كتقول لك الأحزاب ولاو الناس المناضلين اللي كيدخلوا كيناضلوا 20 عام، كيقول لك علاش غادي نبقى ناضل 20 عام؟ هذاك عمره ما ناضل وجابوه داروه وزير وداروه في اللائحة وطلع برلماني. إذا هذه كانت الضربة الأولانية في الأحزاب الجادة، أما الأحزاب اللي هي صنعوها هما راه مصنوعة بهذا المنطق. هذه من ناحية، ولكن مازال ما كفاهمش هذا الشيء، مازال ما كفاهمش. انه اليوم في العالم خصنا نتبهوا كاين الضرب ديال الديمقراطيه، تنكر الديمقراطيه، حيت المؤسسات الماليه المانحه اللي كتسلف الفلوس وكتقرض هي مولات القرار في العالم. حنا عندنا حتى هما باغيين يضربوا المؤسسات، المؤسسات اللي هي منبثقه من الشعب، كيديروا بحال شي سيخك قادر يبينوهم. هما ديجا ملي طلبنا انه الناس تكون عندها الباك عاد باش ترشح، تكون الدمه ديالها صافيه، تكون مخلصه الضرائب، لا عندها شي معمل ولا شي حانوت مقيده الناس في لا سي ان اس اس ودايره هذا الشيء، قال لك لا. ما ديروش الاميين، قال لك لا. ما ديروش البزنسه، لا. ما ديروش الناس اللي ثبت انهم تعرضوا ملفات ديالهم ديال الفساد وديال نهب المال العمومي امر، لا. اذا هما باغين هذاك البرلمان بحال هكاك، وباغين يبينوه المغاربه باش المغاربه يقول لك والله ما هذا منكر، اش هذا الحاله، اشكون هذا، شكون هذه، اشنو اللي كيتهجى، اللي ما كيعرفش حرف وجر، كيفاش الكلمه اللي مورا خصها تكون مجروره،
في الشارع وتنسمعوا حنا شي حوايج غراب والمغاربه كيضحكوا. حنا راه ماشي حيت هذا العالم اللي ولينا عالم ديال الفرجه. المغاربه باش نعطيوهم يعني المعلومه، المغاربه باش نحترموهم ونحفزوهم يرشحوا احسن ما كاين يطلع لديك المؤسسه يمثلهم ويراقبوه. حنا ما عندناش امكانيه ديال المراقبه والمحاسبه. اذا انا كنقول لك انه اليوم في العالم كله كاين تنكر للديمقراطيه. المؤسسات ولات تقريبا سوريا لانها تجر خيوطها من قبل المؤسسات الماليه. تخيل دوله كيتسالها جوج المرات الناتج الداخلي الخام ديالها اذا كتخضع، فما بالك في الدول بحال المغرب اللي ما عندناش ديمقراطيه، ما عندناش حقوق الانسان، مازال انتهاكات راكم شفتوها يعني في الصحفيين والشباب ديال الريف، هادشي كله مازال. وملي كتجيو تما كندخلوا البرلمان الناس باش تناقش دير اولويات، واخا قالوها التصريح الحر اولويات. اش باغيين المغاربه؟ المغاربه بغاو ياكلوا، المغاربه بغاو ولادهم يقراو، المغاربه بغاو يكون تكافؤ ما بين كل جهات الوطن. يعني درتو 12 جهه، علاش الدار البيضاء تنتج 12 مره ما تنتجه الجهه ديال درعا تافيلات؟ وعلاش الجهه ديال درعا تافيلات اللي عطاتنا علماء وعطاتنا اطباء وعطاتنا ناس اللي هما اذكياء اليوم مشيتو خليتو ليهم يغرسوا ملايين ديال التمر المجهول من مستثمرين اجانب وخديتو لهم الماء ديالهم اللي كانوا كيشربوا وخليتوهم دابا مهددون؟ اش من هاد السياسات اللي كدير؟ المغاربه بغاو تكافؤ، بغاو ولادهم يقراو، بغاو الصحه بالمجان والتغطيه الصحيه، بغاو الخيرات بلادهم يستافدوا منها، بغاو الحريه، بغاو الحقوق، بغاو الدوله تحقق القانون، وبغاو انه الدوله يشوفوها كتعاقب اللي كيشفر، كتعاقب المفسدين. هادشي اللي بغاو المغاربه، وبغاو وليداتهم يعيشوا في حريه. الا كانوا وليداتهم مشجعين وكيقولوا لا للفساد ما تشدهمش الدوله تلوحهم في الحبس. هادشي اللي بغاو المغاربه. واش هادشي كيتناقش في البرلمان؟ كيتناقش، كيجيبوا يعني نقاشات بيزنطيه، راه كل واحد كيهضر هذا وكيعطيو. تخيل معايا يعني العبات المبين في كيبان. الحكومه كيجي مثلا رئيس الحكومه غيكون في البرلمان، كيتعطاه الوقت كله والفريق ديالو، تعلموا الحسنه فرص اللي كله كيهضروا. واش ياك رئيس الحكومه تكلم هو تيمثل الحكومه، عطوا المعارضه تكلم، عطوا المعارضه تتكلم وتناقش معكم، ربما ستفيد، ربما يعني ستثير الانتباه حول قضيه ما. كيجيو هما يقدموا المشروع ويجيو هما يناقشوه دوك ثلاثه الاحزاب ومع الاخرين دقيقه وجوج دقيقه ولا ربع. اذا هذه علاش كنقولوا حنايا البرلمان ولا يعني غرفه منذ زمان ديال التسجيل، ماشي برلمان يشرع ويراقب داكشي. دابا حتى انا كنقول لهم خصكم ديروا لجنه ديال المراقبه، انا ملي قلتها واخا بوحدي ديال هذا الشيء ديال تدبير الجائحه راه خصها تثير الانتباه. يقول لك ايوا اجي نديروها، راه داروها الناس المهمين اللي كيحترموا الشعب ديالهم، اجي ندير لك. قالت ما عندهم ما يخبعوا ولا كاين شي حاجه ما تخبع؟ راه كاين واحد الملف قداش شنو هو قدمته الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام امام القضاء، وتسائل فيه وزير الصحه، وتسائل دوك الناس اللي دازوا لهم المارشيات وما عندهم حتى شركه باش يجيبوا لنا حق الكمامات ولا تغيجيبوا لينا. يعني هادشي خصنا نشوفوه. ثم الناس اللي توفات، الناس اللي عندها اعراض، الناس اللي تشلات، الناس اللي جاهم لي ميوكارديت، الناس اللي هادشي خصنا نوقفوا عليه. علاش غادي نتخبعوا؟ والمغرب تا هو يدير الدراسه ديالو علميه. اذا انا بالنسبه لي هادوك كيحطوهم في التلفازه باش الناس تضحك والناس. حنا زمان ولا زمان ديال لو سبيكتاكل، ما بقيناش في المعقول. نتفرجوا هادوك، هذيك النائبه شعرها طويل الاخرى شعرها قصير، هذا راه ماشي حماقه. هذا خصنا نشوفوا ماذا قدمت هذه الحكومه من تصريح ومن التزامات في البدايه ديالها. واش هاد الناس غاديين في هذا الاتجاه؟ واش هاد الناس خداو بعين الاعتبار هاد التغيرات اللي كاينه ويجيبون بما فيه مصلحه للشعب؟ لا، شوف الانسان المغربي ذكي ودائما كيقلب على الحل، سيستم دي ديبغوياغديز، يدبر دبر حالو لانه ما كاينش كيفكر فيه. اولا بلادنا قبل ما تجي هذه الازمه ديال النظام النيوليبرالي تبان بقوه، وقبل ما تجي هذه الجائحه وتبين على الاختلالات الكبيره في الاختيارات اللي نجناها، الدوله ديالنا من شحال هذه وهي خدامه معنا بسياسه ديال تجميد الاجور. المغاربه دائما كانوا عايشين الاجر ديال الاسره ما كيكفيش، ما كيكفيش. علاش؟ لانه الاجر مجمد والدوله غاديه في التسليع ديال الصحه وغاديه في التسليع ديال 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 التعليم، ومخلينا عرضه بعد التحرير ديال الاسعار للموزعين الداخليين. قال لك سيدي بلا ما نكرروا هنايا سد هذيك الاسامير، مع ان ما نديروا اللي كان خطا الخصاصه ديالها ومشات فيها اموال طائله، وداك السيد اللي شراها نهب الابناك المغربيه وتعطاتو فلوس ما عرفت هذاك منين جا بعدا.
كيف ما كان الحال اليوم كاين حكم قضائي وكاين يمكن الدوله تعتق، ولكن ما بغاوش هذوك الناس يعتقوا. علاش؟ لان الموزعين باغيين يبقاو هما اللي محتكرين هذا المجال هذا، وكيزيدوا بزاف لانه راه واحد العدد ديال المتدخلين اللي كيفهموا في هذه القضايا ديال كيفاش كيتم استيراد وشحال تجي هذاك الشيء والنقل ديالو ومني كيجي لهنايا التخزين ديالو شحال والتوزيع ديالو شحال وشحال يقدر يوصل لنا. بالفعل اليوم السعر ارتفع عالميا. علاش؟ كيف قلت لكم هاد الأزمة ديال النظام النيوليبرالي المتوحش اللي بغى تصدر الأزمة ديالها وخلقات بؤر ديال الحروب بما فيها الحرب اللي كاينة الدائرة ما بين أوكرانيا وروسيا، وما حسبتش الحسابات كلها بأنه روسيا من المصدرين الكبار ديال البترول وديال ديال الغاز، ودارت عليها ضغوطات اقتصادية، وهذا الشيء يعني أدى أنه ما بقاش كتوصلهم الواردات كافيه، ولهذا طلع ثمن كذا. حنا كذلك كدوله اللي هي ما كتنتج هذا الطاقه، حنا تكرفصنا اكثر، وتكرفصنا اكثر ملي سدينا الاسامير، وتكرفصنا اكثر ملي قام بن كيران بتحرير الاسعار ديال 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 البترول. اذا اليوم ملي كيطلع الثمن ديال البترول هاد الناس كيربحوا بزاف، ماشي سقهم فينا، يعني ماشي خصهم يربحوا غير شويه ولا ما يربحوش واحد الوقت حيت يربحوا راهو عندهم فلوس ما يديوش معاهم هادشي في ديك الجهه الاخرى. هاد الناس كيبقاو كيزيدوا. الا زدتي في الثمن ديال البترول يعني انه اولا النقل كيرتفع. راه الناس كتهضر على الكاميونات اللي كيجيبوا الخضره، الاكادير ما كيوصلوش للدار البيضاء، ما بقاش بغا يجي، خاصو شحال خاصو يخلص. كنا كنديروا مثلا سياره عاديه كدير فيها البلا ديال المازوت ب 650 درهم، خصك دابا 1100 درهم، يعني الدوبل تقريبا، الدوبل سي الدوبل. اذا الاجور مجمده، الثمن ديال البترول كيطلع وكينعكس على كل شيء. دابا كتلقى جميع المواد طلع الثمن ديالها، لان الانسان باش ينقلها باش يجيبها باش يبيع. اذا حنا شنو هو الحل؟ الحل هو اولا بشكل استعجالي كاين الحلول الانيه وكاين اللي هي على مدى متوسط ممكن نديروها. على المدى الاني، على المدى الاني خاص تسقيف ديال الاسعار بالنسبه للمواد الاساسيه. الدوله تحمل مسؤوليه، دبر راسها. خاص المواد الاساسيه ديال الاستهلاك من زيت ودقيق وسكر تبقى في الثمن، وكذلك الماء والكهرباء، والتسقيف ديال الثمن ديال البترول. راه ما يمكنش انه غير زيد فوق ما هذوك زادوا عليهم شي حاجه كيعكسوا علينا حنايا باش تبقى هي هذاك المارج ديال الربح ديالو تبقى هي وكيربح قدا وقدا، الا طلع تما كيطلع لك حتى هنايا، اما هو ما يخسر حتى ريال، وحنا كشعب كلنا خاسرين وكلنا متضررين وكلنا ما بقيناش لقينا باش نعتقوا راسنا. وهاد الناس هذه الحلول الانيه ان الحكومه اللي كتحترم هاد الشعب تقوم بتسقيف ديال المواد الاساسيه بما فيها بعض الخضر وبعض الفواكه باش المغاربه يبقاو ياكلوا الخضر والفواكه، والتسقيف ديال البترول. ولكن على المستوى المتوسط خصنا المراجعه ديال اتفاقيه التبادل الحر، وخصنا اننا نطوروا صناعه مغربيه وفلاحه مغربيه. الاختيارات اللي دارت في مجال الفلاحه خاطئه في بلادنا، لانها كلها مستنزفه للمياه الجوفيه، من يعني هادشي ديال الحوامض، من هادشي ديال البطيخ والدلاح وهادشي اللي كنديروا، ومن الكاكي والافوكا وداكشي. تخيلوا معايا هادشي كيستهلك مياه طائله، وهما جالسين كيدوزوا في الاراضي ب 500 هكتار 600 هكتار. الناس جاوا من الخارج ماشي سوقهم، الا هذاك غيدير لافوكا تما وغيبيع ويربح مع راسو، الناس ما غتلقاش ما تعطي للماشيه، ما تلقاش باش تسقي داك الزراعه ديالها اللي قريبه، وما غاديش تلقى ما تشرب. وحنا كنشوفوا العالم كله كيقول لنا حذاري ثم حذاري، مع هاد الكارثه البيئيه وارتفاع الحراره وتراجع الاراضي الصالحه للزراعه بسبب التسمم، وهاد يعني هاد اختلالات في دورات الماء لانه استنزفنا المياه الجوفيه. هادشي كله كيطلب منا اننا نفكروا ماشي بحلول تقنيه ولكن منظور جديد ومنطق جديد ديال الحفاظ على البيئه، واننا نربطوا علاقات جديده مع البيئه. وهادشي ما يمكن لنا نديرو الا انطلاقا من المحلي. كلشي كيتكلم على لو جلوكال، يعني انك تعمل محليا ولكن تفكر على المستوى هذا. ان الفلاح ما يبقاش يدير غير الكبال، خصو يدير مطيشه وبصيله ويدير هادي ويدير هادي باش ياكل، وتكون عنده الشجيرات ديال الزيتون وكذا، وباش يمكن له يبيع في السوق، وباش يمكن له يروج، باش يمكن له من تما كتطلق هذيك. ثم نحيو هذوك العلاقات ديال التضامن اللي كانت شحال هذه. هذا كتكون اولا بين الفقراء، الفقير هو اللي كيحس بخوه، الفقير باش كيمكن له يتعاون معاه باش يمكن لنا
نقضوا واحد الاعداد ديال الناس من الفقر، من دائره الفقر اللي يعني المندوبيه الساميه للتخطيط قالت بان الدائره ديال الفقر زادت، ومع كورونا زادت اكثر، بينت 23 مليون المغاربه مهلوكين، يعني هذوك خدامين في الاقتصاد المهيكل غير سديتي عليهم صافي ما عندهم ما ياكلوا، ولا الناس اللي كتقضوا اجر قليل ولا ما كيتقضوا حتى شي اجر، واللي كلهم محتاجين الاعانه. اذا هادشي كيتطلب سياسات جديده، وخصنا هاد الجهات كلها اللي كاينه في البلاد كلها تكون كتنتج. هاد الجهه كدير التفاح، هادي كدير هادي، هادي كدير هادي، هادي كدير هادي باش تجي منتوج وتجي تخلق كذا، والصناعات هادي كدير النسيج هادي خصنا نرجعوا هادشي. حنا هلكنا الاقتصاد المغربي، هلكنا الصناعه المغربيه، شجعنا المستثمر حتى الداخلي اللي هو كنشوفوه كيستثمر غير في العقار مضاربات المالية عوض أنه يستثمر في الفلاحة ويستثمر في الصناعة ويستثمر في شي حاجة اللي غادي تعود بالنفع وتحافظ على البيئة. إذا حنا عندنا اختلالات في الاختيارات، لأنه المحدد هو الجشع هو الربح، هذا هو باش غادي نعيب أطلاق. لهذا اليوم المغاربة كيعانيو، وخصنا حلول آنية، وخصنا حلول على المدى المتوسط والمدى البعيد، ونشجعوا هادشي باش تكون عندنا نأمنوا كيف كنسميو الأمن الاستراتيجي ديالنا، لا من الطاقة حيت حلينا هذيك المعلمة ديال سمير وطورناها وقديناها، راه عندنا كفاءات يشتغلوا وغادي نقدروا نكرروا، غادي يطيح شوية الثمن، ولا بدا الدولة تكون تاي حاطة رجليها ماشي تخلينا عرضة لهاد الخواص اللي هما غير الهف الهف. وملي جا المجلس ديال المنافسة وقال هاد الناس راه ربحوا ورجعوا، هذاك الدوسي عمرنا ما شفناه، والرئيس الله يهنيه كيف كيقول واحد قال له هذا، قال له قولوا لنا شنو المشاكل، قالوا خاصنا الخبز، خاصنا هذه، خاصنا هذا، واحد كيهضر العام جا قال قولوا لنا اش خاصكم، قال له احنا خاصنا شيء، ولكن هذاك اللي قال لكم العام اللي فات خاص فينا هو، راه خاصنا حتى هو ما عرفنا فين زاد. اذا خصنا حنا حتى حنا نكونوا شويه، وهذه الحكومات ديالنا اللي هي حنا عارفينها حكومه ديال تكنوقراط، وحكومه اللي اليوم كثرت ما بين السلطه السياسيه وسلطه المال والاعمال وعندها تضارب المصالح، خصها تفكر شي شويه. راه ماشي الفخر هو انني نكون في واحد الجريده اللي فيها اغنى اغنياء العالم، ولكن الفخر هو نشوف نقول راني انتشلت 3 مليون المغاربه من الفقر، وراني درت وراني درت، وهذا الشيء هو اللي خصو يتدار في بلادنا اليوم. اولا حنايا كدوله مغربيه واللي اكثر من 90% ديال المغاربه مسلمين، عندنا جوج الاعياد اساسيين كيف كنسميو حنا، العيد الصغير والعيد الكبير. العيد الصغير المغاربه كانوا باغيين غير يصليو صلاه العيد، وغير باغيين يفرحوا ويخرجوا شي شويه ويشوفوا العائله وداك الشيء. هذا الشيء تمكننا منه في هذه السنه، لان بعد واحد سنتين ما كيقدوا الناس لا يمشيو يصليو ولا يمشيو للعيد لا يمشيو يشوفوا احبابهم ولا حتى حاجه. تيجي دابا العيد الكبير، العيد الكبير اللي هو عند المغاربه مهم جدا، مهم جدا، ماشي حيت المغاربه ما كياكلوش اللحام وباغيين ياكلوا، المغاربه تياكلوا اللي قدوا عليه وما كيشكيوش، ولكن هذا عيد كيفرحوا فيه الدراري، كيفرحوا فيه الاسر، كتجتمع فيه الاسر. ما خصوش يكون مناسبه باش عاوتاني نفسهم هما اللي غادي يستافدوا، هذوك الكسابه الكبار، اما داك الصغار مساكن ما عندهم فاش غادي يستافدوا. الكسابه الكبار انه الدوله خصها تحدد الثمن، الدوله خصها تكون عارفه شكون هما الفقراء، خصها يتوزعوا عليهم، يعني الحواله ما خصها توزع على كبار المسؤولين، الحواله خصهم يتوزعوا على الصغار، على الناس الفقراء، هما اللي محتاجين وباغيين. هذا من ناحيه. اذا انا بالنسبه ليا كنفهمش، انا كنشوف بعد دابا فرنسا كتجي حفل راس السنه الشكلاط كيولي رخيص باش كلشي ياكل الشكلاط، لان هذيك المناسبه فاش كيشرب الشكلاط، ماشي هذيك هي البلاصه كيحلوا الباب الشكلاط يطلع ب 100% ولا ما يمكنش. الا هذوك الناس حنا دابا كنستهلكوا ماشي الشكلاط، حنا كنستهلكوا الحولي وكنفرحوا بالحولي، ولا غادي نذبحوا شي شات ولا اي حاجه اللي غادي نذبحوها، خص يكون الثمن مقاد مع القدره الشرائيه. انا ما يمكنش تخلصني موظف كنقبط والو والحولي غلى مني، كيفاش القضيه هذه باش كيف منين؟ ولا هادو اصحاب القروض اللي مضحكه كيقول لك اجي تسلف من عندي ماشي الحولي وتردو على 3 سنين، سيدي العيد راه كيجي كل عام، كي غادي ندير انا هاد الحولي غادي نردو في 3 سنين والعام الجاي كي غادي ندير؟ وتكون انت باقي كتسني. وكنشوف هاد القضيه ديال الاقتراض وداك الشيء يعني ضغط على الاسر المتوسطه حتى فقرتها، والو ما كيبقى ليه والو من الاجر ديالو، كلشي كيمشي كريدي الثلاجه، الكريدي الحولي، الكريدي، واش هاد الحاله هادي؟ لان الدوله ما عندهاش داك المنظور ديال التوزيع العادل للثروه. هاد العيد خاص كلشي يعيد، اللي غادي يعيد كنتكلمش انا على دوك الناس اللي هما ميسورين وما كيعيدوش ولا كيعيدوا الله يعاونهم وبصحتهم العيد، انا كنهضر على الفقراء اللي عايشين في هوامش المدن، اللي عايش حتى في القريه والباديه وما عندوش، ما عندوش، وخص الدوله انها تفكر فيهم. هنا بارتباط مع الحج، الحج يعني ربما انا حضرت في الاجتماع اللي حضر فيه السيد وزير الاوقاف، سواء الجلسه العامه او اللجنه
العلاقات الخارجية اللي أنا عضو فيها والشؤون الإسلامية ومغاربة العالم، وطرحت عليه سؤال، قلت له العربية السعودية كدولة بالفعل ولكن كتواجد عندها المقدسات الإسلامية ديال جميع المسلمين ماشي ديالها بوحدها، كيف يعقل أن المغاربة أجور متدنية وفقراء والتقاعد ديالهم عيان، من يبغي يمشي للحج تقول له 63000 درهم و800 بلا فلوس الجيب، يعني خصو شي 8 مليون باش يمشي للحج. 8 مليون يقدر يمشي بها مغربي تمشي أسرة كلها في أحسن جهة في العالم ويدوز فيها شهر في لوطيل 5 إيطوال ويجيو. علاش تما غالية القضية؟ علاش هاد الغلا؟ وثانيا المغاربة كيمشيو لا زون جيم ألف باء دال دال الرابعة، ألف باء جيم دال أبا جدا. المغاربة في الجهة الأبعد ويخلصوا 8 مليون باش يمشيو. المرافقين أنا يعني اللي كتوصلنا الأخبار كيغبروا كيقلبوا على دوك المغاربة اللي مشاو باش يأطروهم، ما كاينينش. شحال مرة ما كتوصلهمش الماكلة باش يوصلوا للحرام، خاصك ما هي وما لونها، خاصهم يفيقوا على النبيري حيت الآخرين ساكنينهم أ حدا بي شوية قراب سي مزيان ودي المغاربة. على هاد المغاربة، هاد المغاربة اللي دافعوا على القدس وكيحيي المغاربة في هذا، واللي صلاح الدين الايوبي كيقول لك المغاربه ما كيشجع منهم ما كيخافوا لا في بر لا في بحر ويدافعون على المقدسات ديالهم، كيمشيو تما حنا خصنا نخلصوا 8 مليون كيف يعقل. وزادوا كملوا هذه السنه انه حبسوا في 65 عام، وشحال الحالات تكلموا عليها الناس، السيده عندها 55 عام والراجل عنده 66 ما يمشيش، قال لك ندبروا لها في الرفيق، وهذه مضحكه هذه. قلت له الرفيق اللي بغات هو الرفيق الحياه ديالها بغات ديه، ولهذا خصكم تفتحوا بوابه وتهضروا مع السعوديه وكباركا يمشيو الناس خصهم يمشيو. كيفاش تقدر تبر لها على الرفيق؟ هي باغي الرفيق ديالها اللي كاين ديال بصح راه عنده 70 ولا تدي معاه، علاش هاد الهضره هادي والغلا؟ ثانيا قلت لهم راه بعض الرؤساء ديال الدول وعندهم الحق شافوا المداخل اللي كتدخل السعوديه في الحج، ان هذيك المداخل الا استثنت منها المصاريف الحقيقيه اللي كاينه الارباح يمكن نقضيو بها على الفقر في الامه الاسلاميه كامله. ايوا ثم انا قالوا بان هذا الشيء اللي كيخلصوا المغاربه من هنا كيخلصوا خصوصا الفقراء عائلات متوسطه متواضعه وكيمشيو وفود مجانا. اسمح لي اللي خصو يمشي مجانا هما الفقراء، الاخرين يخلصوا ولا ما يمشيوش ولا براسو ولا بغاو يمشيو يمشيو بامكانياتهم. يعني ما فهمتش انا، كاين شي حاجه اللي ما مفهوماش. وقلت لهم بانه انا ما تنظنش بان السعوديه الهم ديالها هو دخل المسلمين الجنه، هي كدير البيزنس كتربح فليسات صح، وحنا حتى حنا خصنا نضربوا ونقولوا لها بانه المقدسات راه ديال الامه كامله، وان ماشي معقول هاد الاثمنه الباهظه، والمغاربه بعدا خصهم يسكنوا في احسن بلاصه كاينه تماك في الحج خصهم يسكنوا فيها. المغاربه راه كانوا كيمشيو في قافلات الجمال وكذا وكيمشيو شهور باش يوصلوا للحج وكيعاودوا يرجعوا، وما كانوش كيتكرفصوا التكرفصه اللي كيتكرفصوا اليوم، كتلقاو تما هازين لافتات وكيغوتوا شحال ديال لي فيديو شحال ديال الامور، كتبين بان المغاربه ما كيتهلاوش فيهم تما مزيان وما ساكنينش مزيان ومخلصين. يعني كاين اللي كيتسلف وليداتو يلاه خدموا وهذا الحلم ديالو، وكاين واحد العدد المغاربه يعني التصافره الوحيده ديالو هي تمشي للحج، وخصو نوفروا له يمشي في ظروف اللي هي مزيانه ويدي الرفيقه ديالو الرفيق ديالو بصح، ماشي تلصقوا ليه شي واحد اخر ديالكم. يعني انا ما فهمتش شي حوايج ما خداماش في هذا الشيء خصو مراجعه. ثم تكلمت معاهم على المساله ديال الاميه الابجديه والاميه الدينيه، انه كنلقاو بعض الشعوب قبل ما يصيفطوا الحجاج ديالهم كيكونوا كيديروا لهم بحال شي ستاد دونور في الكعبه، شنو غادي تقولوا اش غادي ديروا كيفسروا لهم هذا الركن ها شنو اش كيصلح، كيمحوا لهم بعدا الاميه ديالهم الدينيه باش كيمشيو كيستافدوا. حنا ديالنا كتبقى كاين اللي كيمشي ما كيطلعش لعرفات ما كيعرفش هادي ما كيعرف ما يدير. قلت له انتم ك ك ك ك سميتو كوزاره ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه اللي مسؤولين على محاربه الاميه في مشموليه، خصكم تحاربوا كذلك الاميه الدينيه ديال هاد الناس، تعاونوا اللي خاصو ماشي كلشي خاصو محاربه، ونرافقوا هاد الناس لهاد السفر الوحيد ديالهم في الدنيا باش كيتحركوا ويمشيو فرحانين ويجيو فرحانين. مغاربه هذه مسؤوليه ديال الوزاره، مسؤوليه ديال الحكومه، ويهبطوا الثمن ويشوفوا كي غادي يديروا مستقبلا، والا راح حنا سمعنا واحد العدد ديال الناس تراجعوا ما بقاش بغاو يمشيو لان بزاف هادشي غالي عليهم. يعني هاد المساله هذه مساله خطيره جدا. علاش؟ لانه التعليم خصو يكون كيزود الانسان بعلوم معارف ولكن ايضا بقيم.
اليوم الا بغيتي تدمر واحد الشعب كتدمر له القيم ديالو، وكتبدا تبين له لا اخلاق بانها طبيعيه. تغش، تشفر، تسرق، هذاك اللي غادي يغش في امتحان غدا غادي يطلع برلماني شفار وكيوزع هذا وكيقلب على شنو غادي يدير ولا يكون رئيس جماعه مفلس. انا كنقول بانه كاين هناك مخطط جهنمي كاين في الخارج مصوبين، وهادو الذين يسيطرون على العالم. وما اتفاقيه ديال ليزبون ديال 1993 2000 بينات كانوا خاصنا هاد المدارس وهادشي 10% يخرجوا ديال الاطر و90% ديال العبيد، مره يزيروا فيس، مره يهزوا قفه، مره يمشيو لديك جي، مره نخرجوهم ندخلوهم بالسي دي دي بعقده محدده في الزمن، نخرجوهم نعاود ندخلوهم. يعني خاصنا نعيشوا الانسان في العذاب الاليم، لان ماشي كلشي خصو يفكر، ماشي كلشي خصو يفهم. وهذوك 10% حتى هما غادي نديروا لهم الدراقات، كيعرفوا يبنيوا ويديروا لكن لا يسائلون النص ولا يسائلون اي شيء. لانه الا بغيتي تسيطر على شعوب خصك تسيطر عليها بعدا فكريا، وانك تدمرها فكريا وتحس بان ما عندهاش ثقه في النفس، وان ما تعطيهاش الادوات ديال التفكير، ما تعطيهاش الادوات ديال التحليل، ما تعطيهاش الادوات ديال التلخيص. تلقى الطالب ما عرفش يلخص، ان الذي ذهب الى كذا اسي بلاتي اش من دين هذه انا آه انا لا ما يمكنش. انا بالنسبه ليا المدرسه المغربيه وجهت اليها اسلحه الدمار الشامل في بلادنا، لانه في الوقت حتى ديال الصراع السياسي كان تخوف من انه النخب المتعلمه انها تكون كتفيق الشعب من النعاس، وانها كتطالب بالحريه وكتطالب بالديمقراطيه وكتطالب بالحقوق. اليوم باش يمكننا نعتقو ما يمكن يتعتق، اولا خصنا كل من موقعه ان ندافع عن المدرسه العموميه الجيده اللي كتحقق تكافؤ الفرص وتعطى فليسات في هذه المدرسه تدار باش نهضوا بالمنظومه التربويه ديالنا، توصل المدرسه الجيده القرى الجبال المدن كذا الجميع. وحتى اللي بغاو يديروا الخاص، الخاص يكون ديك جي قليل كيمشيو له غير داك الناس اللي بغاو يقراو وحدهم. اما الغنى راه هو في الاختلاط الاجتماعي، راه ملي كتكون ولد الفقير مع ولد الغني، ولد الطبيب مع ولد الحارس، هذاك هو الغنى. راه واحد كيتعلم من الاخر، ماشي بالضروره ولد الطبيب هو اللي اذكى، راه معروفه هذه كقاعده. الاختلاط الاجتماعي هرسوه. المكتبات كانت 5% ديال المدارس الابتدائيه فيها مكتبه، اليوم زيرو ما كاينش، لانه ما كاينش الطوش، ما كاينش الحارس، ما كاينش اللي غيحل المكتبه، ما كاينش اللي غادي يدير. اذا الفيروس القراءه ما بقيناش كنشدوه في الابتدائي، ولات هاد الظواهر هاد. انا بالنسبه ليا بحال اللي كان واحد الوقت عندنا في كليه الطب، الى لقاو كتنقل كيعطوك 5 سنين سير اخو ولي بناي ولا دبر راسك، لانه ما يمكنش غدا تمشي تفتح الانسان تقطع ليه لاغتيغا وقت ولا تقطع ليه لافين بوخت، ما يمكنش هاد الهضره هادي. خصك تكون كتفهم نفس الشيء في كل شيء، وخصوصا التعليم. التعليم راه واحد المجال ديال المقدس، العلم، العلم نور والجهل عار، هادشي كانوا كيقولوا لنا زمان. خصنا نتعلموا ونخرجوا من الظلمات ديال الجهل، حنا ما تعلمناش وكنخرجوا كتحملنا هازين ديبلوم تنسحبوا هذاك الدبلوم. هو لون كاين اللي كيدير ليه جاجه ويعلقوا في البيرو، انا عندي ماستر وطفرتيه. عرفت كلمه طيبه تقولها مزيانه، ولا مستقيم، ولا تنخرط في جمعيه، ولا تنخرط في حزب، ولا تنخرط في نقابه، ولا تدافع على القيم، ولا والو. انا بالنسبه ليا هذيك الفيديوهات اللي شفتو انا يعني ادمى وقلبي، هذه ماشي اول مره. انا كنشوف الدراري خارجين من البكالوريا في اوروبا مثلا، واحد الدوله كيسولهم حيت كيبداو بالفلسفه هي الاولى، اشنو الموضوع؟ قالوا حنا قالوا لنا هذا الموضوع، هل يجب ان نسترجع دور الدوله ام ان هذه العولمه ممكن ان نعالجها وان تكون في خدمه؟ شو الموضوع كداير؟ وانت اش درتي؟ انا درت هذا، درت واحد نص فيه 3 الفقرات، تكلمت على العولمه وفقاش بدات، وتكلمت على هذا النظام المعولم اللي هو كيفرض راسه علينا بوسائل النقل وبالاعلام، ولكن في نفس الوقت ادى الى كارثه بيئيه، وقلت بانه يجب ان نرجع الى كذا 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 كذا. احنا ديالنا ما خلوناش ننقلوا وكينقلوا هنا، علاش في نظركم هذاك الاعلام اللي هو عند الطلب كينقل لنا هذا الشيء؟ حيت راه كاينين التلاميذ اللي هما مجتهدين وكيديروا الاقسام التحضيريه وكنمشيو فرنسا كيتخلعوا منهم كيزحموا هذوك مزيانين، علاش في نظركم كيجيبوا لنا هذو؟ باش نضحكوا حنا حيت لا سوسيتي دو سبيكتاكل ديال البلد المبينه، باش نضحكوا ونقولوا طلبتنا ما فيهم ما يدار، باش نزيدوا نقصوا من القيمه ديال مول البكالوريا ومول الدكتوره ومول هادي.
كل شكون اللي زوين بقى في هادشي؟ ما بقى حتى واحد زوين. شكون هما هادو الزوينين؟ هما اللي في البرلمان ولا شكون اللي زوين في هاد البلاد؟ واش هادشي ما تيحشموش الناس؟ انت نشوف دابا في اوروبا ملي كتبغي تدخل شي ملي كتاخذ البكالوريا ديالك غادي تدخل شي مدرسه في داك الصيف كيطلبوا منك تقرا 5 الكتب ودير لهم تلخيص وغادي يكون واحد المجموعه ديال الاساتذه يسولوك في واحد من دوك الخمسه ودافع عليه وتقول ها الكاتب علاش دار كتقرر راسك عاد كتجي موجد حنايا اون برونز ايديو سير اخويا تجبد في البحر وتشمش وانت مكلخ ما قريت كتاب وهادوك ديال الاعلام الاصفر تيقولوا عليك بانك سطل وكل شيء كيشوف اللي قلتي لي الباك يقول لك شنو هي هادي بالعكس حنا وليداتنا وبناتنا اللي خداو الباك خصنا نفرحوا بهم ومن ضمنهم مجتهدين متفوقين في القرى في الجبال اما هذوك السطوله لاش كيدوزوهم لينا هما اللي نشوفوهم باش يزيدوا يدمرونا لانهم في اطار كاينه السياسه ديال التخويف والسياسه ديال يدفعونا الانبطاح والمتحله حتى واحد فينا مابقاش يتحرك يقول لك لا كان هذا الشيء هو هكا وبركه اذا بركه علينا بركه من التكليخ بركه من هذا الاعلام المفلس اللي كينقل غير الفلاس المبين جيبوا لينا الدراري والبنات مزيانين من المدرسه العموميه وكينجحوا كيجيبوا 19 و20 كيمشيو في لي كلاس بخيبا وقليل الكتيبات وزوينين مخيرين وبركه اما هادوك هذاك راه خصو وكيل الملك يتحرك الا قالت لك السيده كنقل راه خصها يعيطوا لها خصها تتعاقب باش ما بقاش هذا الشيء الا كنا فريمون بالفعل بغينا نبنيو دوله الحق والقانون من شحال هادي انا قلت لك اسلحه الدمار الشامل وجهت للتلاميذ ولكن كنقول التلاميذ الله يخليكم ما تستسلموش واخا ما بقاش كيقرا لكم مزيان لا العلوم لا الفرنساويه لا العربيه قراو راسكم حفظوا الشعر قراو الكتوبه ثقفوا راسكم تعلموا لان هذا حق ينتزع ما بقاتش الدوله راعيه راه في الدستور كاتبه التعليم وترعاه الاسره اش من اسره الا كانت الاسره اميه ما عندها فرنك ما عندها ما ديرش من رعاه راه الدوله هي المسؤوله واستثمار في التعليم خصو يكون استثمار استراتيجي والجامعه وما ندخلوش الاساتذه بالعقده ندخلوهم في اطار الوظيفه العموميه ونشجعوهم ونختاروا الطلبه المتميزين هما اللي غيقريو لنا وليداتنا في التحضيري في الاعدادي في الثانوي الجامعه الاساتذه مميزين حنا راه عندنا اليوم واحد النخبه كبيره ديال الاساتذه من طراز رفيع في الرياضيات في الفيزياء في البيولوجيا في القانون في كل حاجه وهادو غادي يمشيو في السنوات المقبله غادي يمشيو للتقاعد من سيخلفهم هذه راه طامه كبرى لا احد يتكلم عنها لانه مخليهم يسيروا سيروا سيروا فحالكم وغادي يجيبوا عاوتاني اساتذه بالعقده هذا اللي شادينهم قنينبه لان العقده ما عندك ما دير ما كتشتاج ما يمكنلكش دير البحث العلمي الجامعه خصها دير التعليم ودير البحث العلمي في مشى هادشي اذا انا بالنسبه ليا يعني هاد الناس باعوا الاقتصاد ديال البلاد بالريع وامتيازات والافلات من العقاب ما خلوناش نبنيو الدولة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروات باش نحققوا عدالة اجتماعية ومجالية وباش نخرجوا من العبودية إلى مواطنين كاملين مواطنة عندنا واجبات ولكن علينا حقوق كذلك وعارفينها ما خلوناش نصونوا الحريات ما خلوناش نقويوا الجبهات الداخلية باش ندافعوا أحسن يعني خارجيا على حقوقنا وعلى وحدتنا الترابية وعلى هادشي هذا بل بالعكس كل شيء جميل يبددونه علاش؟ لأنه في إطار هذه العولمة المتوحشة كيبان لهم المستثمر الاجنبي احسن منا حنايا كيجي بشركه وكيصوب وكيدير ولكن كينقلكش ديك التكنولوجيا وكيحمل الاموال ديالو كامله مع الفائض ديال الربح سواء في المجال الطوموبيلات او المجال ديال التدبير المفوض ديال الماء والكهرباء هادشي حنا كنشوفوه هادوك الناس جاونا بالفساد ديالهم وتيخلقوا شركات سوريه باش ما يخلصوش هنا باش ما يخليو لك الشريال كيدور في المغرب وكل شيء كيتنقل نتوما تتعرفوا المعاملات الماليه اليوم راه غير بالاورديناتور ما بقاش واحد السوله بدا يهز الخنشه وراه كيهزو حتى الخناشير راه الديوان راه غادي خصهم يراقبوا الحدود كما كان الحال انا بالنسبه لي الاختيارات التي طبقت في بلادنا منذ الاستقلال مع بعض الفوارق يعني كلها كانت اختيارات غير صائبه اليوم انا الاوان في هذا العالم اللي هو في طور تشكل جديد كيعرف تغيرات وربما غيشهد غدا قطبيه جديده ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين ربما غادي يؤدي الى شرخ لانه الولايات المتحده وحلفاء ديالها كيخدموا بالدولار وبالاورو حنا غدا غاديين ربما باتجاه لا دي دولاريزاسيون ما تبقاش الدولار هو القيمه الكبيره وربما هذيك الصين والاخرين غادي يخدموا بالروبل وغيخدموا بالين وغيخدموا بشغلهم حتى هما اذا ما غيبقاش هذا العالم وعولم اللي هو كامل غيبقى كل مجموعه كدير لي ترانزاكسيون بيناتها وكتوجد راسها وكتهضر في ظل كل هذا هذا المغرب اللي هو دوله اللي هي عتيقه وانتجت وانجبت
أبناء وبنات يعني من قيمة رفيعة. هذا المغرب اللي واحد الزمن قل الأنوار عبر يعني الغزو ديال الأندلس في القرن الثاني عشر، اللي كنا احنا عندنا الفلاسفة والناس اللي كتفهم في علم الفلك والفيزياء والطب والتشريح والكيمياء وكل شيء. هادشي هذا المغرب هذا بغينا أننا نعاود نسترجعوا الأمجاد ديالو، ولكن الطريق هي بناء مجتمع العلم والمعرفة، هي بناء دولة الحق والقانون باش يمكن لنا أننا نصونوا كرامة المغاربة أولا. وهاد المغاربة راهم قادرين ينفتحوا واحد الانفتاح اللي هو عقلاني، واللي هو غادي يسمح لنا باش نبنيو ربما غدا المغرب الكبير، ونفتحوا على إفريقيا ونفتحوا على العالم في إطار علاقات جديدة، وليس علاقات العبودية اللي جاينا من الاستعمار، والعلاقات التبعية اللي جاينا كذلك من الاستعمار الجديد. أنا غادي نعتذر لأن ما سمعت بهاد القضية هذه، ولكن كانت عندي انشغالات كثيرة ما استطعتش باش نتبعها عن قرب، يمكن ليش نعطي فيها وجهة نظر اللي تكون كاملة وشافية. ولهذا أنا بالعكس أنا غير كنقول بأنه إحنا بغينا نبنيو الدولة ديال الحق والقانون، وبغينا الاقتصاد ديالنا المغربي يكون بني على التنافسية الحقيقية، ما يمكنش الاحتكار. إحنا دابا عايشين غير في الاحتكار، اللي عنده شي يد طويلة ولا شي رجل طويلة هو اللي كتلقاه في جميع المجالات. اليوم أنا قلت لك العالم هو في طور التغير، دابا النقل العالمي تضرب في 300، ضرب في 300، الحاجة اللي كانت كتجي في الكونتينر ب 100 ولا خصك تجيبها ب 300، إذا واحد العدد ديال الناس غيروا حتى التجارة اللي كانوا كيشتغلوا فيها. وهذا وكاين اليوم كنلاحظوا أنه عوض أنه الناس تجيب البضائع من الشينوا كيجيبوا من أوروبا، واحد العدد ديال المجالات تقول لك بعدا أوروبا أقرب، ولو ترونسبور اللي كنا كنجيبوا من بعيد دابا غادي تجينا القضية هي هذيك تقريبا باش نتاحوا على رجلينا في إطار هذا السيستم دي. ولهذا أنا بالنسبة ليا خاص واحد النوع من كيف قلت خاص تغيرات وتحولات تكون في البلاد، وبناء صناعة مغربية واحد العدد ديال الأمور، ونشجعوا بالفعل حتى المجال ديال التجاري في هذا، ولكن ما يكونش الاحتكار، تكون التنافسية الحقيقية وتكون مقننة بقوانين. ثم الديوانة ديالتنا راه في إطار هذا الاتفاقية التبادل الحر ولا غير مفتوحة، راه حنا ما بقينا كنستافدوا حتى شي ريال، كلشي كيدخل في إطار يعني التبادل الحر. حنا ما عندنا ما نبيعوا، ولكن كنشريو من عند 67 يعني دولة، وكنجيبوها كتشوفوا اتفاقية مع تركيا وما كيصيفطوا لينا، وكيجيو هنايا ودايرين سوبر مارشي ودايرين، حنا ما عندنا ما نصيفطوا لهم، فينا هي الصناعة ديالتنا، فينا هو فينا هادشي كامل. ولهذا أنا كنظن بأنه خاصنا نفكروا بواحد المنظور جديد في الاقتصاد المغربي، نحاربوا الريع والاحتكار، واننا نخلقوا الشروط ديال التنافسيه الحقيقيه، واننا نشجعوا المقاولات الصغرى والمتوسطه. لان كنعرف كاين واحد العدد الناس كانوا كيتاجروا مع الصين وكانوا ربحوا فليسات وبناوا وقادوا عائلاتهم، دابا اليوم راهم مهددون بالافلاس المبين، لانه مع هذا النسب اللي ارتفعت وكل شيء، وكل شيء كيقول بانه راه كاينه واحد جهه اخرى اللي بغات تحتكر، وداك الشيء هادشي خصو تدقيق نعرفوا اذا كان هادشي راه ماشي معقول. كيف يعقل؟ علاه كاين حنا بالفعل مازال ما وصلناش للمواطنه الكامله في بلادنا، ولكن واش كاين مواطن وكاين شي حد اخر ما خصناش نعتبره كمواطن؟ يعني الدوله ديال الحق والقانون اللي بغينا يعني نبنيو خصها تدافع على الجميع على قدم من المساواه. هنا فين غادي غدا نصونوا الكرامه ديال المغاربه، والمغاربه ما يبقاوش يهربوا لينا لا على برا ولا يبقاو يحسوا بالظلم في بلادهم. انا تنظن تنتكلم على احقاق الحقوق بالنسبه للناس واحترام الناس وفي هذا المجال ديال الاقتصاد. مع كل اسف حنا خلقنا نظام نيو باتريمونيالي عطى الاحتكار ديال الثروه وديال الاموال في ايادي قليله معروفه، والاخرين اللي كيبغي يدخل شي مجال كيلقى واحد القرطه كتسناه باش تحبسه. يلاه كيبدا يتمعش شي شويه كيف كنقولوا بالدارجه، كينزلوا هذوك اصحاب الاموال الطائله والايادي الطويله وهذا، وكيتدخلوا لصالحهم وصالح مصالحهم يعني الشخصيه وديال الشركات ديالهم المحتكره لمجالات معينه. مميزه هذا كلامك، وفي الحقيقه انا كنظن بان الانسان في الحياه خاصو يكون عنده بزاف ديال الحوايج اللي كيحب يعني يشتغل فيها ولا عليها، مثلا يمارس الرياضه او فن من الفنون او هذا، على الاقل تكون عنده شي 10 د الحوايج وكيبغي القراءه ولا انه يطلع على شي حويجات. ومن ضمن الامور باش يجعل الانسان الحياه ديالو سعيده هو انه اذا استطاع يحسن اختيار يعني الزوج او الزوجه، لانه حنا اليوم كنشوف مع كل اسف المجتمعات البتريكيه مدخلين في الراس ديال البنات خصك تزوجي خصك تزوجي خصك تزوجي، وغالبا
البنت كتزوج يعني بدون قناعة، وأول واحد كيتقدم كتقول يلا ما كاين بس هذا الشيء اللي هزات ليا المغرفة ديالي غادي نتزوج. ربما ما تعيش سعيدة، ربما ما تعيش أحلامها، خصوصا المجتمع البتريكي عاوتاني كتدخل في واحد الدوامة. أنا كنظن بأن الإنسان ما يبغي يرتبط ما خصوش ينسى راسو بعدا هو كإنسان، وأن هذيك العلاقة ديال واحد زائد واحد راه هي واحد زائد واحد زائد واحد، خاص كل واحد يكون عنده مجالات الاهتمام ديالو، وكاين بعض المجالات اللي كنتلاقاو فيها وهذا الشيء كله خصو يتبنى على التفاهم وعلى الصدق، لأن مزيان الإنسان يعيش قصة ديال الحب اللي هي تكون مزيانة باش يمكن له يعيش بسعادة، وكتساعده كذلك باش يحقق بعض الأحلام ديالو اللي باغي هو يشتغل عليها. اليوم أنا جدة، عندي جوج ديال البنيات صغيرين تنحمد عليهم الله وشكره، كنتمنى للجميع أنه هاد البنات اليوم اللي كيتزوجوا أولا يتزوجوا بقناعة، ثم أنهم ما يتخلوش على أحلامهم وما يتخلوش على العمل ديالهم، لأن المرأة اللي كتخدم ماشي بحال المرأة اللي كتجلس في الدار، المرأة خصها هي تعاون، وخصوصا في هذا الوقت هذا الزمان شوية صعيب خصها تعاون، خصها هي تلقى مجالات فين هي كتطور ذاتها، أما تبقى جالسة في الدار كطيب وكتقابل الدراري هادشي مزيان ولكن ما كافيش، حتى هي عندها الحق باش تعيش كإنسانة، وماشي غير باش تعيش باش تعاون حتى البلاد ديالها. أنا اليوم كنشوف مع كل الأسف بعض الطبيبات قراو أو مهندسات ملي كتزوج كتجلس في الدار، ما يمكنش، حنا بغينا هذوك الكفاءات النسائية نلقاوهم، بغينا النساء نلقاوهم في نقابات، بغينا النساء نلقاوهم في أحزاب، المرأة اللي كتكون عندها واحد العيشة اللي هي متوازنة وتنقل لنا داك التوازن تعاوننا في تعاوننا به. ولهذا أنا خلاصة القول كنشجع الشابات أنهم بعدا الزواج خصو يتبنى على قناعة، وأن ما تفرط في حتى شي مسألة اللي كتعجبها وهي كتبغي تطورها وتبقى يعني محافظة على ثقافتها وعلى العمل ديالها. إذا كانت كتشتغل خصها تشتغل، راه واخا اليوم مع كل أسف الرجال الأغلبية ما كيقسموش داك الأعمال المنزلية وكيجي عليها الدرك، تنقص من داك الشيء دير أقل ما قل ودل، ولكن تدافع على الهوايات ديالها وعلى العمل ديالها باش يمكن لها تعاون راسها وتعيش سعيدة، لأن حتى واحد ما غيجيبك السعادة كاملة إلا لما تجبدي على راسك، وكذلك تساعد البلاد ديالها في التقدم. اولا انا كنهني الفريق ديال الوداد البيضاوي على التتويج ديالو بالاصوات ديال الابطال، فرحوا المغاربه كاملين لان هذا التتويج ديال فريق بيضاوي فريق مغربي، الجميع كان فرحان وحنا كنا محتاجين بهذه الفرحه بعد داك الغبن ديال الكورونا وديال ديال التراجع الاقتصادي، بزاف ديال المصائب دازت جعلت المغاربه متكدرين، وهذا مزيانه هذه الفرحه. وانا كنفرح ملي كنشوف المغاربه مقسومين ما بين يعني الوداد والرجاء ولا بعض الفروق المحليه وكذا، ماشي كلهم بارسا وريال، يعني حتى الفروق الوطنيه عندها البلاصه ديالها اساسيه ومهمه، لانه تيبغيو يشوفوا الكره ملعوبه بواحد المستوى رافع، ولكن احنا محتاجين لاكثر من هذا. المغاربه كيبغيو كره القدم، انا بالنسبه للمطلب اللي عندي هو انه تكون غدا داك ملاعب القرب موجوده في جميع الاحياء وبالمجان، لان كاين بعض الشلهبيه طايحين على دوك ملاعب القرب، خلص 20 درهم خلص كذا خلص كذا، شحال يقدنا ما نخلصوا باش وليداتنا يلعبوا، في حين حنا الجيل ديالنا كنا كنعوموا في لابيسين مونيسيبال، كنا كنلعبوا في دار الشباب المسيفه والكاراتي والهاندبول في المدرسه، وكل شيء كنا كنديروه بالمجان، وهذا الشيء اللي شجع واحد العدد ديال الشباب والشابات انه ماشي فقط كانوا كيقراو وكيتعلموا الى مغيدك. ومره اخرى اهني الفريق ديال الوداد البيضاوي على هذا الحقيقه الفوز اللي هو مستحق، وعلما بانه حتى الفريق الدراجه عنده مكانته هو في القلب لانه فريق بيضاوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.